السلام عليكم. تحديث الأندرويد 15 ينطلق رسميا بميزات تاريخية. إليكم الهواتف المؤهلة وكل شيء سوف تشاهدونه إن شاء الله بالتفاصيل حتى المزايا الجبارة وكل شيء. أتمنى منكم فقط دعم القناة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك، فضلا وليس أمرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. اليوم يبدأ طرح تحديث أندرويد 15 لأجهزة بيكسل. يتضمن هذا التحديث ميزات أمان تساعد في حماية معلوماتك الصحية والمالية والشخصية الحساسة من السرقة والاحتيال. كما يقدم تحديث أندرويد 15 تحسينات للأجهزة ذات الشاشة الكبيرة لمساعدتك في إنجاز المزيد، بالإضافة إلى تحديثات على التطبيقات بما في ذلك الكاميرا والرسائل وكلمات المرور. تتلقى أجهزة أندرويد تحديثات وميزات جديدة بشكل مستمر وليس مرة واحدة فقط في السنة. هذا العام أطلقت جوجل تحديثات جديدة مفيدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل الدائرة للبحث أو سيركل تو سيرش وطرق جديدة للتفاعل مع جيميناي. أهم مميزات تحديث أندرويد 15: المساعدة في منع السرقة واستعادة الأجهزة المسروقة بسرعة. تقدم ميزة قفل اكتشاف السرقة الجديدة استخدام الذكاء الاصطناعي للحفاظ على أمان بياناتك. إذا شعرت أن هاتفك قد سرق أو يحاول السارق الهرب، سيتم قفل الجهاز تلقائيا. يمكنك أيضا استخدام القفل عن بعد لقفل جهازك بسرعة من أي جهاز آخر باستخدام رقم هاتفك وفحص أمان بسيط. هذه الميزات متاحة الآن لمعظم أجهزة أندرويد 10 وما فوق. بالإضافة إلى ذلك، يجلب أندرويد 15 حماية إضافية تمنع اللصوص من تخمين كلمات المرور والوصول إلى المعلومات الحساسة. على سبيل المثال، نضيف متطلبات المصادقة لإعدادات المستهدفة من قبل اللصوص مثل إزالة بطاقة سيم أو إيقاف خاصية العثور على جهازي، وسنقوم بقفل الجهاز إذا استشعرنا محاولات دخول متعددة غير ناجحة. تجعل هذه التحديثات من الصعب على اللصوص إعادة تعيين وبيع الأجهزة المسروقة، وتعمل على تقليل عمليات السرقة قبل حدوثها. حماية التطبيقات الحساسة من التطفل: تعمل المساحة الخاصة في أندرويد 15 مثل خزنة رقمية على هاتفك. يمكنك إنشاء مساحة خاصة منفصلة لتنظيم التطبيقات الحساسة مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المصرفية. عندما تكون المساحة الخاصة مقفلة، تظل التطبيقات غير مرئية تقريبا للآخرين وتخفى عن قائمة التطبيقات وعرض التطبيقات الأخيرة والإشعارات والإعدادات. للوصول إلى المساحة الخاصة، هناك طبقة إضافية من المصادقة للحفاظ على أمان التطبيقات بعيدا عن الأعين المتطفلة. ولزيادة الخصوصية، يمكنك اختيار إخفاء وجود المساحة الخاصة من العرض على هاتفك. إنجاز المزيد على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية: تجعل الميزات الجديدة في أندرويد 15 من السهل الوصول إلى التطبيقات التي تساعدك في إنجاز المهام، سواء كنت تكتب بريدا إلكترونيا أو تفكر في مستند. على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية، يمكنك الآن تثبيت وإلغاء تثبيت شريط المهام بسهولة على الشاشة. يتيح لك ذلك تخصيص تخطيطك والحفاظ على التطبيقات المفضلة لديك مثل صور جوجل أو جيميل في متناول اليد لوصول السريع وزيادة الإنتاجية. تتيح لك ميزة تجميع التطبيقات اختصارا سريعا لجعل تعدد المهام أسهل. على سبيل المثال، يمكنك فتح جوجل درايف وجيميل في نفس الوقت لسحب وإفلات الملفات بسهولة. يمكنك أيضا حفظ أكثر مجموعات التطبيقات استخداما، وستظهر كأيقونة تطبيق أو أيقونة تطبيق واحدة على جهازك القابل للطي أو اللوحي بنقرة واحدة. يمكنك استرجاعها بسرعة في وضع الشاشة المنقسمة للوصول أسرع. تسجيل الدخول بشكل آمن لالتقاط صور أفضل والمزيد. توجد المزيد من تحسينات أندرويد 15 عبر كاميرا ورسائل وكلمات المرور. إليك بعض ما هو جديد: تعمل ميزة تعزيز الإضاءة المنخفضة والتحكم في الكاميرا داخل التطبيقات بشكل أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما توفر التطبيقات الخارجية تحكما أكبر في الكاميرا مثل التحكم لأكثر في دقة الفلاش
أو التحكم الأكثر دقة في الفلاش يمكن لتطبيقات الرسائل الخاصة بالشركات استخدام الاتصال بالأقمار الصناعية لإرسال واستقبال الرسائل بدون اتصال خلوي أو واي فاي. في التطبيقات التي تستخدم كلمات المرور للمصادقة يمكنك تسجيل الدخول بنقرة واحدة. جرب ميزات اندرويد 15 هذه بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى القادمة لأجهزة بيكسل وترقب المزيد من التحديثات في المستقبل. الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث اندرويد 15، يبدأ اليوم طرح اندرويد 15 لهواتف التالية: بيكسل 6، بيكسل 6 برو، بيكسل 6 اي، بيكسل 7، بيكسل 7 برو، بيكسل 7 اي، بيكسل تابلت، بيكسل فولد، بيكسل 8، بيكسل 8 برو، بيكسل 8 اي، بيكسل 9، بيكسل 9 برو، بيكسل 9 برو اكس ال، بيكسل 9 برو فولد. ما رأيكم أعزائي الكرام في هذه الميزات وفي هذه القائمة؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.